ينبغي علينا أن نعرف للعلماء حقهم، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من العلم والمعرفة ما لم يعطها للآخرين، فكانوا محلاً للاحترام والتقدير من الجميع. ولذلك أيها الإخوة الكرام، يقول الله جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كلنا يعلم بأنه لا يستوي أبداً أبداً الذي يعلم مع الذي لا يعلم، وبينهما فرق شاسع كبير جداً، ذلك بأن العلم يرفع الإنسان ويعطي الإنسان مكانة اجتماعية كبيرة، في حين الجاهل ليس له مكانة بين البشر وليس له مكانة بين المجتمع. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. لقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس على صعيد واحد وأمر بنصب الموازين فتنصب فيوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء.